قانون جديد لتنظيم حق التظاهر، عنوان عريض لمشروع قانون أقرته الحكومة أثار جدلا واسعا في مصر. قوى وأحزاب وحركات سياسية ترفض القانون وتعتبره تقييدا للحريات وإعادة لإنتاج الاستبداد وتضييعا لأهداف ثورتين أطاحت بنظامين عن طريق التظاهر. منع الاعتصام بشكل نهائي ده أمر طبعا مرفوض. الاعتصام ممكن ننظمه، ممكن نحط القواعد لتنظيم الاعتصام، ولكن منعه ده أمر مرفوض. الحاجة الثانية ضرورة أخذ إذن قبل الاجتماع، يعني أي مجموعة تجتمع في مكان خاص أو مكان عام، في حديقة أو في حزب أو في ندوة أو في مسرح، لابد من أخذ إذن الأول من الداخلية، ومن حق الداخلية ترفض وتشوف الموضوع عامل إزاي، من حق الداخلية تراقب على موضوع الاجتماع وموضوع المظاهرة وموضوع المسيرة. فده أمر طبعا بيدري الداخلية يعني صلاحيات كبيرة جدا، وشوفنا يعني أكثر من مرة رفض الداخلية لفعاليات كتير. ورغم رفض قطاعات واسعة لمشروع القانون، يبدو في نظر مؤيديه إجراء ضروريا لمواجهة الانفلات ومظاهر العنف التي تتسم بها بعض المظاهرات، لا سيما التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. نعم، نقول أن يثار جدل حول مواد القانون وقابل التعديل أو التبديل أو التجزئة أو الإضافة إلى آخره، لكن أن هذا القانون طب إيه البديل بداله؟ قانون البديل بداله هو قانون استثنائية المتمثل في قانون الطوارئ، وفتكون هناك مصر محل انتقاد شديد جدا من المنظمات الدولية ومجتمع الدولي أن مصر بعد الثورة وفي سبيلها إلى الديمقراطية ما زالت تطبق قانون الطوارئ وحالة الطوارئ. في ظل هذا الجدل تبدو الحاجة إلى حوار مجتمعي حول مسودة القانون في نظر البعض ضمانا مقبولا لتحقيق التوافق على بنوده التي تثير لديهم في صيغتها الحالية مخاوف من عودة الدولة القمعية. تنظيم الحق في التظاهر ليس المحاولة الأولى التي تتبلور في قانون تتقدم به الحكومة أو الأغلبية البرلمانية، ومع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والحاجة في نظر مؤيديه لمواجهة العنف، تعلو في الأفق السياسي وتيرة رفض قاطع تخوفا من ضياع أهم مكتسبات الثورة كما يقول الرافضون. سامي يوسف، اليوم على الحرة، القاهرة. هل هناك أفق ممكن للخروج من هذه الأزمة السياسية هنا على خلفية الجدال حول هذا القانون؟ هذا السؤال هو السؤال الأهم على ألسنة الجميع في مصر هذه الأيام، وبالتالي أطرحه على ضيفي الكريم في الاستوديو المستشار خالد القوشي الخبير الدستوري والقانوني. المستشار أهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني حابين نعرف من حضرتك، يعني قانون التظاهر الجديد هناك الكثير من اللغط، الشارع منقسم حوله وكذلك الساسة، لكن من وجهة نظر قانونية ودستورية ما الذي له وما الذي عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مش قانون تظاهر زي ما الناس عمالة تقول ده قانون تظاهر قانون كذا، لا، ده قانون اسمه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة. يسموه زي ما يسموه بس هو في النهاية قانون للمظاهرات. احنا هنا القانون ده لما لازم كان يطلع أيام من أيام المنصر رئيس المعزول كان هيطلع قانون، بس خاف في بعض الأوقات وما طلعش هذا القانون. ده هيؤدي إلى تقدم ناحية الاقتصادية والاجتماعية والدولية لمصر. ليه؟ بيتكون من 6 نقاط مهمة جدا وبيسمح بالتظاهر وبيسمح بالاجتماعات. أول نقطة حق التظاهر السلمي، سمح لأي ناس يعملوا تظاهر سلمي، حق للمواطنين فتحها. بس هنا عمل نقط معينة. أي هي؟ قال لك حظ في الأماكن العبادة، حظ أولا. تاني نقطة، لازم يخطب القسم أو المركز قبلها ب 24 ساعة. أنت عاوز تعمل تظاهرات فين؟ في ميدان التحرير. اختار مش إذن. اختار بس. تالت نقطة اللي هي اختار ولا تصريح؟ اختار. اتفضل. مكتوب بعلم الوصول أو كتابية. تمام. تاني حاجة قبل المظاهرة ب 24 ساعة. طب إيه اللي هيمنع؟ ما أنا عاوز أعمل مظاهرة. معترض على حاجة أو فئة معترضة على حاجة. هروح أنا هقدم اختار قبل 24 ساعة وهاخد بيها بالموافقة. خلاص؟ طلب بسيط جدا. يا جماعة أنتوا عاملين نكبر الموضوع. اللي هنقول بعض أسامي الناس اللي هتنظم المظاهرات دي. أساميهم إيه؟ وإيه القيادة بتاعتهم عشان يبقى مسؤول قصاد الدولة. هنا بس فندم البعض هنا بيخشى ان يكون هؤلاء الناس تحت القبضة الامنيه وان يتم التنكيل بهم او على الاقل التعرض ليهم. بلاش تنكيل يعني. هنا قانون العقوبات، ما انا هتكلم على بعد كده العقوبات. اتفضل. اللي هي تتحدد يعني. عشان كده تاني حاجه حدد دور وزير الداخليه حدود محدوده لصالح المتظاهرين. ازاي؟ هنا لما ادى دور وزير الداخليه قال لك اختصاصه عشان يخطروا الجهه الاداريه انها عمل مظاهره.
ضد وزير الداخلية. تاني نقطة، وزير الداخلية اختصاصه تشكيل لجنة في كل محافظة عشان تاخد الاخطاءات دي وتدي الموافقات. خلاص؟ تالت نقطة، ممكن لوزير الداخلية أو اللجنة دي إلغاء أو تأجيل المظاهرات. إزاي؟ ما جيش أنا ما أعمل مظاهرات في يوم مثلا ماتش كرة قدم بين مصر وكذا، وأعمل مثلا مظاهرات في استاد القاهرة، جنب استاد القاهرة، هل يجوز؟ هنا يبقى باعتبار الدواعي الأمنية، دواعي أمنية. فهنا دور وزير الداخلية بقى بسيط زي ما كنا فاكرين. طيب. تالت نقطة، طب اتفضل. تالت نقطة قال له إيه؟ حدد لي أماكن التظاهر. انت عاوز تعمل مظاهرات في ميدان التحرير، لك حدودك كذا، امكانياتك كذا، عشان اديك الموافقه بيها. في بالنسبه لاماكن التظاهر قال لك ايه؟ هيحدد اللجنه دي كل مكان فيه يحق لهم التظاهر. هيحدد ميدان التحرير، وابع العدويه، النهضه، في ميدان الجيزه. بمعنى ان الدوله هتحدد اماكن معينه للتظاهر، واعرض بقى اللي انت مشاكلك اللي انت عاوزها. اشبه يعني بالهايد بارك يعني. ايوه زي امريكا. ولكن يا فندم، ولكن بس هتوقف محرك عند الجزئيه دي في نقطتين. النقطه الاولى، هل ينص القانون على الزام وزير الداخليه باعطاء تصريح ام لا؟ ماذا لو تعنت المسؤول الامني؟ ثانيا، ماذا لو اعطى تصريح في الصحراء؟ لا يعني هيحددوا قبل ما ناخد التصريح، وزير الداخليه واللجنه تحدد اماكن قبل ما يصدر القانون ده. يعني القانون ظهر، هيبتدوا يحددوا اماكن عامه في وسط مثلا اللي هي يحق لهم تظاهر. زي ايه؟ زي ميدان النهضه. انت عاوز تعمل اماكن، ما جيش انا اعمل تظاهر في وقت دخول الجامعه والطلبه داخلين واعمل تظاهر. هيديله مكان معين زي في ميدان الجيزه مثلا، زي في مدينه نصر، اماكن معينه صالحه للتظاهر. جاي خلاص. طيب. مسألة، دي نقطه مهمه جدا، مساله هل القانون بيلزم الوزير ام لا يلزمه بإصدار التصريح؟ قد يتعنت المسؤول، قد يتعنت. تعنت هنا هيبتدي يرفع دعوه في مجلس الدوله بالموافقه على التظاهر. بس في نقطة، عشان نعمل مظاهرة الناس هتروح القواضي؟ لا، بس المحاكم. في مظاهرة، مش أنا بتكلم على لو حصل تعنت. هنا ما اداش تعنت، ليه؟ ادى صلاحية للجنة تأجلها أو إلغائها أو الموافقة. بس هنا ادى موافقة كاملة للجنة دي بالموافقة على المظاهرات طول ما هي ما تمسش الأمن القومي. وقد ترفض، ما ترفض لو تمس الأمن القومي. أنا هقولها في النقطة، أنا هشارك بحضرتك بس عذرا في 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 الجزء دي. ماذا لو كان هذا القانون مثلا في فترة الرئيس المعزول محمد مرسي؟ هو اللي عمله. لم تكن مظاهرات ال 30 من يونيو. لا، القانون ده أنا عندي هنا، بص، عهد مرسي، عهد منصور، نفس القانون اللي كان عامله مرسي. طيب، لو كان طبق هذا القانون في عهد الرئيس المعزول، ما كانت مظاهرات 30 يونيو وما كانت هذه الحكومة التي تعد هذا القانون؟ لا، كان تمت. إزاي؟ ما كانش تم المظاهرات. لا، إزاي؟ أنا لما أنا حركة تمرد، لما أقدم طلب لوزير الداخلية أنا عاوز أعمل مظاهرة عشان معترض على كذا كذا، اللجنة هتوافق على المظاهرات في الأماكن المعينة من ميدان التحرير، هتسمح بعد كده بالوفد مثلا 1 2 3. لان في عهد موسي رئيس المعزول كان مقدم نفس القانون ده لمجلس الشورى للموافقه، وتلاقيه في مجلس الشورى نفس القانون ونفس البنود، بس اتعدلت حاجات بسيطه. هنتكلم عن النقطه المهمه جدا، اجراءات فض المظاهرات. انت عارف كان الاول ممكن تعمل سلاح، ممكن تقتل، ممكن تعمل، لا، ده حدد اجراءات تصاعديه وفقا للقانون. برافو عليك. شوف قال ايه؟ توجيه انذار شفوي. تاني نقطه، استخدام المياه. ثالث نقطة، استخدام الغاز مسيل الدموع. رابع نقطة بقى، لما لقينا فيه اتلافات وبتاع، القوة بإيه؟ بالعصا. نعم. شوف حددت إيه؟ إن أنا بعض بتاع. طيب. تاني آخر بقى العقوبات. أستاذ بحضرتك، يعني هل تتوقع صدوره هذه الأيام أم إرجاؤه لحين مجلس الشعب؟ أنا هرد على النقطة دي بس. أرجوك لأن أنا قدامي 20 ثانية. هيتوافق عليه في رئيس الجمهورية. لأن ده قبل فترة انتهاء الطوارئ. قبل انتهاء الطوارئ. قبل انتهاء الطوارئ بإذن الله. لأن ده هيؤدي إلى تقدم حتى في حالة الانقسام اللي احنا فيها. بس ما فيش انقسام. هناك انقسام بين القوى الثورية والسياسية. أنا أخاف من المظاهرات ليه؟ أو أخاف إن أنا أقدم طلب ليه؟ وحط اسم القيادة ليه؟ أستاذ المستشار، أنا أشكرك. أشكرك على التفاصيل دي. شكرا جزيلا للمستشار خالد القوشي الخبير الدستوري والقانوني. أشكرك.